طب ادينا مثال فأنا يعني، يعني كيف كنت في مرة، يستخدم أنا أقول لك، أنا كنت في مرة بكتب حاجة للأطفال كده قريب يعني، وبعدين كتبت، وصلت بعد مثلا قعدت 3 4 أيام أفكر في فكرة كده، وبعدين وصلت إن دي أحسن فكرة. بعدين لقيت كانت حد، للأطفال. كانت للأطفال، بعدين لقيت حد بعت لي، بص قال لي استخدم البرنامج ده تشات جي بي تي. فسألته، فراح في ثانية واحدة جاب لي 100 فكرة، أول فكرة فيهم اللي أنا قايلها. لا ده طلع الموضوع يعني شغال من زمان. جدا يعني، شوف طب أول معلش ممكن فكرة. تقرب لنا اكتر، كانت حاجة للطفل يعني أنا كنت بكتب قصة ليها ينفع أحداث، نعرفها؟ جدا، كانت قصة قرصانة بتلف البحر على سفينة وليها علاقة بوالدها وحاجة زي كده. فأنا لما سألت شات جي بي تي ازاي اكتب قصه، او قول لي قصه لقرصانه صغيره مش عارف ايه، راح قايل لي خليها ليها علاقه بباباها على طول، فورا اول حاجه، اول اجابه. يعني انا من ناحيه قلت طب كويس، يعني ان انا وصلت للفكره دي، بس وصلت لها في 4 ايام، وصلت لها في ثانيه. فطبعا ده حاجه، هل ده هيتطور طب اكيد؟ الكوميديا اللي انت يعني ليك فيها دور، اي ازاي الشات جي بي تي هيحس؟ لا ما فيش بقى الموضوع كله هنا صعب بيقف، قوي محدش يعني. لا عارف ايه اللي ممكن يحصل، وطبعا التطور ملوش سقف.